السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أقدم لكم مراحل إعداد كرسي لواحد الطابلة اللي عندي في السطح أو لمكان في الجردة إلى غير ذلك. أولا كما تلاحظوا الصورة تعبر على ذاتها، تنديروا صباغة ديال الصدى قبل أي عمل، بعد ما تكون واحد الحديد جديد تنديروا صباغة ديال الصدى باش تحمي لنا ذاك الكرسي، عاد تنديروا الصباغة النهائية تاعنا يختاروا اللون اللي بغينا، يعني ما تهوروش. ولهذا كما تنقولوا في إطار قناة بريكولاج، لهذا خصنا نتعلموا البريكولي. بعد تنبداو تنوجدوا العود اللي باغي نفصلوه على قد داك الكرسي، تتلاحظوا كاين عندي واحد المثلث وضروري خاصني عندي واحد المتر وثاني اعداد ديال لافار، تنعبروا وتنديروا واحد الزاويه قائمه تنسطروا عاد تنقطعوا. من بعد ما تنحطوا العويدات ديالنا تنديروا اماكن باش نثقبوا الحديد، باش في الاخر عاد تنديروا ديك الصباغه النهائيه، ومع التقيب وداك الشيء ثاني تنخليو تنديروا كاع الخدمه اللي فيها شويه ديال التكرفيس او اللي ممكن تكرفس لنا العود ديالنا الى غير ذلك، تنخليوها تنسبقوا الخدمه اللي فيها التكرفيس ونخليوا الخدمه اللي فيها الفينيسيون حتى الاخر. تنديروا واحد المسامير تنضربوا به باش ملي نديروا الشنيول او اداه اللي تثقب الحديد ما يبقاش يجلس لنا، اي يعني ما يبقاش يمشي لنا في الاخرى وبغى يتقوم. اذا تنديروا بحال المكان ديال الممر، ممر هاد الاداه ديال اداه الثقيبه، وتنديروا لابار ديال قد الفيس، يعني قد هذاك المسمار قد العبار ديال اداه اللي تثقب. نتابعوا العملية ديالنا إلى النهاية، نحاولوا نديروا واحد الزاوية قائمة أو تكون عمودية ديك التقيب، عمودي باش يهود لينا حتى لتحت، تكون من الفوق حتى لتحت، لأن ذاك الجيف أو ذاك المسامير من بعد غيجيو يدخلوا من تحت ويشدوا لينا العود، باش العود كما قلنا ما يجيوش باينين. وكذلك باش يجلس ما يوليوش المسامر يشدوا لي في الحوايج ديالي. ها كما تلاحظوا ثاني خاص يكون هذاك المسمار الراس ديالو ما يخرجش من الفوق باش ما يبداش يقطع الحوايج. تندوزوا المرحله ديال الصباغه ديال العود ديالنا، تنديروا الصباغه اللون اللي بغينا، تنزيدوا فيها شويه الصباغه البيضاء وتكون واحد شويه جاريه، اي ماشي عاقبة يعني ماشي ثقيلة، وتندوزو عليهم. لاحظوا الفنية في هاد الصباغة هو هذوك المعاز، هذوك المنظر الطبيعي ديال العود تتبقى تبان، لأن كما قلنا الصباغة خاطرة بزاف ماشي ثقيلة باش يبقاو يبانو لنا المعاز، باش يبقى يبان لنا المنظر الطبيعي ولكن بواحد اللون اللي هو جديد، لأن هذا هو اختراع من عندي، ابتكار من عندي، اجتهاد من عندي، تيبقاو يبانوا لك المعاز. ومن بعد ملي تنشفوا تندوزوا عليهم بالكاغد الحرج، اي بواحد الورق اللي باش ما تبقاش هذيك الحروشيه، وكذلك باش يبانوا واحد التمازج بين هذوك الالوان، اللون الطبيعي وهذاك اللون الاصفر، وتعطينا واحد المنظر يحيلك على مناظر او على واحد الشكل اللي هو قديم، يعني واحد الشكل كما تيقول لك شكل راقي، شكل فيه لمسه ديال الفن، لان دائما عندنا حنا واحد النوستالجيا الاشياء القديمه، عندنا النكهه ديالها، وكاين واحد لو كورون في لاغ دائما تنبغيو تكون في جوابنا حاضره اشياء قديمه واللي تكون ثمينه بزاف، ولهذا تنجسدوا هذاك الحنين او هذاك المنظر. وكذلك سيتي توندونس ولينا لاحظنا ان الفراش ديالنا الالوان ديالنا بعض المرات تلف ديالنا تيكون بطريقه قديمه، لان دائما تنرجعوا لواحد الزمن بعيد نظرا لانه لا يخلو من الجماليه ديالو ومن الفن ديالو. كما قلنا تندوزو جوج بجوج كما ممكن لنا ندوزوها جهه وحده، المهم عندنا هو ملي تندوزو تنتاكدوا ما بقات حتى شي بلاصه اللي خاليه من
من الصباغه يعني كل شيء تيدور، ولكن كما قلنا تكون شويه جاريه هذيك الصباغه. علاش؟ باش تدخل باش الخشب يمتص ديك الصباغه، وفي الاخر تعطينا صباغه ممزوجه مع بعضياتها. كما قلنا من بعد هادشي تنحكو بكاغي الحرش، نخليو حتى الغد ليه، وندوزو في فيرني راه تتباع، كاين اللي تخلط بالجوليو، وكاين اللي سريع، يعني واحد الماده اللي سريعه ديال تتنشف في ساعه، وكاينه اللي شويه ثقيله هي ديال صباغه زيتيه. يعني تناخذوا الفيرني حنا ديال الجوليو، ثاني ديال واحد ليكيد او واحد شنو هو الليكيد تنقولوا، تتزاد مع داك الفيرني، يعني واحد الطبقه لامعه تتحمي، هي ديكوراتيف، هي تزيد واحد الجماليه لمعان، وفي نفس الوقت تتحميه ضد الشتاء، ضد الرطوبه، ضد الوسخ، تاني تولي قابل ندوزو عليه واحد الشيفون فيه الماء وما تتاثرش هذيك الساعه الخشب. يعني نهار الاول تندوزوه، ونهار الثاني تنشدو هذاك العود اللي كنا دوزناه البارح وتنحكوه مزيان، عاوتاني تندوزو وتندوزو ليه الطبقه الثانيه. من بعد دابا جات المرحله ديال التركيب. لاحظنا قلبنا هذاك الكرسي، جينا للجهه الخلفيه وخدينا هذوك الفيسات او البراغي او المسامير ديالنا، وغنبداو تركبو ويكونوا. بالنسبه لي انا بغيت العواد يكون الخشب يكون واحد ملاصق، كنشوفوا المقاسات ديال الحدود ديالهم من الجوانب كلها، من الامام الخلف، من اليمين على اليسار، وتنبداو تركبوا المسامير ديالنا. كما قلنا كاينه اما اداه، هذه الاله هي تتساعد تتسرع في العمل، كما ممكن لينا ناخذوا الاله التقليديه وهو داك تورنوفيس او تورنوفيس او كما بغينا نسميه، واللي تيدور لنا دوك البراغي او دوك المسامير. تنبقاو تنديروا شي حاجه من التحت، علاش؟ باش العود القاو، علاش؟ علاش لابوي ديال هذاك العود، والامور باش تمشي مزيان. ومره مره تندير واحد المراجعه باش العود ما يكونش مشى لينا الجنب، الجنب او الامام او الخلف. العمليه كما قلنا راه هي سهله جدا جدا، وتعطيك واحد الجماليه. بحال دابا انا الخلف اللور انا ما احتاجيتش ندير كل شيء، العود ندير لي هذيك الصباغه، بل درت لي الفيرني، ولكن الصباغه مادام ما تتبانش لتحت ما كاين باس، واخا ما نديروهاش ما كاين مشكل، وتعطيك واحد الجماليه ممتازه ستفاجئ. ولاحظوا هذوك المعاز او هذاك العروق ديال العود بقاو تيبانوا، هذاك هو الجمال، الجماليه ديالو. ملي تدير هذيك الطبقه الثانيه كما قلنا ديال الفيرني او اللامع، تتعطيك هذيك الجماليه. عودا فاش بقى دائما نديروا هذاك لاتانت او الملون اللي هو بني قهوي، هذاك شويه ولا شويه ممل، لهذا انا قررت باش نقدم لكم. ولاحظوا كاين واحد التمازج بين اللون الابيض واللون الاصفر، عطات واحد الجماليه، واحد اللون اللي هو فيه الانشراح، فيه واحد الجماليه. وفي الجناب ديال الحديد لاحظوا هذه المكان الفوقي ديال الحديد، هادو تيتباعو عند دروغري او عند صاحب العقاقير. تنحكوهم واحد شويه من التحت، وتنضربو بواحد الاله بمطرقه، تنضربو هذاك الشيء وتيدخل بسهوله. علاش؟ باش ما يبقاوش يبانو دوك العيوب، يبقاو يبانو خارجين من ناحيه فيها السيكوريتي، تاني في الامان وفيها الجماليه. وفي الاخير شوفوا هاد لابارتي كما قلنا تنتهينا، نفس الشيء وكذلك لتحت في الارجل، نفس الشيء تنقلبوا الكرسي ديالنا، تنحكوا واحد شويه باش، وهاديك الجعبه او ديك الحديده حتى هي تنحكوها بشي اله باش ما يكونوش مشاكل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.